كده يا بنتي كنت هتروحي في طيس، مش حرام عليكي روحك؟ وايه الفرق بين الموت والخرس؟ ما الاتنين سكوت وجع مداري محدش حس ولا ينفع تشتكي منه. ربنا خلق للبني ادم صوت مش علشان يتكلم بيه مع الناس، ربنا خلق الصوت عشان نصرخ بيه لما نتوجع من الناس. ست كرامة، ايه شربية؟ عاملة ايه دلوقت؟ الحمد لله زي ما انت شايفة. طب اطلعي انت، انا هقعد معاها. ماشي. هند عليكي روحك يا هبلة، بدل ما تضيعي نفسك فكري ازاي ترفعي راسك تاني، تقفي قصاد اي حد بيحاول يحرمك حقك في الدنيا. انا هساعدك بس انتي لازم تقفي من تاني، لازم تبقي ورايا، وانا وحياد ده ولا يبقى على ذكر، لا هجيب لك حقك منه تالت ومتالت. I'm not loving you way I wanted to. What I had to do, I had to run from you. I'm in love with you. فدينا ربنا يتمم بخير. هيتمم ان شاء الله. اشتهى لنا فدينا براه. مبروك يا عروسه. ميرسي. قال لك افندينا ليه؟ سامع بعافيه ولا ايه؟ عن اذنك يا فدينا. عادي. مبروك يا باشا. ما يفوتكش واجب يا معلم. معقول؟ ده فرح زينة البنات وسيد الرجالة. مبروك يا باشا. الله يبارك فيك يا براء. ذوقك حلو يا معلم. انا كده هغير رأيي فيك. اتفضل اتفضل. شكرا. نوح مش ناوي يجيبها لبره يا حاجه. اطمن يا ابو سنه، اعلى ما في خيله يركبه. الخميس خلاص ركب الكل ودلد رجليه. معاك حق. هات يا جمال يا رب.
أهلا بكم من جديد في لازم نفهم، وبنواصل مناقشة قضيتنا المهمة جدا، الترامادول في مصر. أباء وأمهات وشباب وناس جربوا وناس أقلعوا عن الترامادول، وناس لسه عايزين يقلعوا نفسهم يتخلصوا من هذه المصيبة، هي ابتلاء كبير أو كارثة كبيرة. أعرف إزاي إن ابني أو بنتي أو فرد في الأسرة وقع فريسة لإدمان الترامادول؟ السادة المسؤولون، نظراً لما يتعرض له الشارع من غزو عاصف لأنواع مخدرات متعددة ومتنوعة تستهدف كل فئات الشعب وتعمل على تغييبه وحبسه في دائرة تيه مغلقة، فقد قررنا نحن فريق العمل بمكافحة المخدرات النزول إلى الشارع في حملات موسعة ومتوالية لضبط الأوكار والتجار والموزعين في كل شق في البلد، أملاً في تكوين حائط صد يعوق خطة انتشار تلك الأوبئة في الشارع واحتوائه، والعمل على الوقاية منه، خاصة أنه لم يعد يصيب الشباب فقط، إنما توسعت أنشطته وأصبح يصيب كل الأعمار من كل الفئات.